الخير. صباح الخير عليكي. يمكن كنا بنقول قبل الهوا ان الواحد ما بيلحقش ينام هنا في مدينه العالمين. صحيح. فرحانين ومبسوطين جدا بالشغل حقيقه، وده اللي بيساعد الواحد انه يفضل مكمل. صحيح. مكلمني عن يومك هنا العادي في المدينه مع كل الفعاليات اللي بتحصل وتخطيطكم. هو الحقيقه احنا كل يوم بننزل مدينه العالمين من الصبح، بنقول صباح الخير يا عالمين، بنشوف ايه اللي موجود في المدينه وحريصين ان احنا نطلعه بشكل جميل وشكل حلو. بعد انشاء مدينه العالمين وكمان مهرجان العالمين في الدوره الاولى والدوره الثانيه بكل فعالياته والتنوع والشموليه الحقيقه في الفعاليات الرياضيه والفعاليات الفنيه وكمان الثقافيه، مخلياكي يعني دايما مستمتعه كده وانت حتى بتشتغلي في الـ في الـ في الفعاليات نفسها. احنا كل يوم بننتشر في المدينه، كل يوم بنشوف الفعاليات اللي موجوده وبنصورها، وبجانب الفعاليات بنشوف مدينة العالمين اتنشأت علشان يتقال عليها ايه. مدينة العالمين اتنشأت، وده بعد التأكيد من كل حاجة احنا صورناها في المدينة. الحقيقة هي مدينة سياحية ساحرة، مدينة عمل. احنا كل يوم بنمشي في الشوارع بنشوف عامل بيصين عمود إنارة، بنقف نسجل معاه، بنشوف ناس بتشتغل في اللاندسكيب في الأبراج الشاطئية. طلعنا الأبراج الشاطئية وشفنا مدينة العالمين من فوق. الأجواء بقى بتبقى تحفة جدا الحقيقة من الممشى السياحي. يعني احنا بنبدأ بدايتنا كده من الممشى السياحي، نروح نعمل لقاءات مع الناس ونشوف كم البهجة والسعادة اللي موجودة على وشوشهم، خاصة ان هم بيبقوا مبسوطين جدا ان هم موجودين على مدينة عالمية، وده كلامهم. بعد كده بنتحرك بقى للمنطقة الترفيهية الشاطئية، فيها فعاليات رياضية، فيها فعاليات ثقافية، ما بتلحقيش بقى يعني تعالي يعني في اوردر هنا، تعالى روح صور دوري ابطال الجامعات مثلا. خلصنا دوري ابطال الجامعات، تعالى لا في فعاليه البدل بيشاركوا، في شباب بتشارك النهارده في الدوري وهكذا. فكل يوم احنا فعلا من زخم الفعاليات اللي بيقدمها مهرجان العالمين في الدوره الثانيه على التوالي، بنبقى حريصين ان كل حاجه تظهر، كل حاجة الناس تشوفها، ويمكن كمان من خلال الصورة اللي بنقدمها للناس على الشاشة كل يوم بيشوفونا وبيجوا يقولوا لنا ايه احنا شفناك على التلفزيون، احنا النهاردة انت كنت بتكلمنا عن مشاركة يعني دوري ابطال الجامعات مثلا، والمثال بقى يعني دور وزارة الثقافة في تقديم الفرق الشعبية. لا حقيقي يعني مهرجان شامل ومتنوع داخل مدينة عالمية، مدينة سياحية، مدينة إقامة، مدينة عمل، مدينة استثمار قادرة ان هي توفر اكتر من 600,000 فرصة استثمار داخل المدينة. فالحقيقة الواحد بكون ان هو مراسل وفي نفس الوقت زائر، فهو مبسوط على الجنبين، يعني بيشتغل وفي نفس الوقت بيستمتع لما بيشوف الناس مبسوطة وهي بتتابع فعاليات مهرجان الحقيقة من احلى الحاجات لعبد الرحمن.